أيام أنطوانات صارت كلها مثل بعضها، وأوضة جورج هي العالم كله، بيعيش فيها مثل العقارب بقلب الساعة. ويوم العيد عند شربل ورفقة مثل حيلا يوم، ما في بسمة ولا نكهة العيد. وهدايا ريتا ونوال أحلام يمكن ما بتتحقق، أحلام وردية ضايعة بصدى الحياة. بس بنهار واحد معقول نقدر نغير كل شي ونرجع الدفى لناس تعبها الزمن وخضتها المتاعب؟ مساء الخير. ليلة عيد الميلاد الكل بجرب إنه يفرح، ولكن أوقات الحزن، الفقر والقهر بيكونوا أقوى من لحظات السعادة. زرنا بيوت عدة بمختلف المناطق اللبنانية وكتار هن بحاجة، بس حبينا بحلقتنا الليلة الخاصة بالعيد إنه نتشارك الفرحة مع ثلاث عيال لقينا فيهم روح الإنسان والإنسانية. دقينا بوابهم وعشنا معهم ولو لفترة قصيرة، وحاولنا إنه ندعمهم ونحس معهم بالوجع يلي مغيب عنهم فرحة التحضير للأعياد. أنا وقت اللي كنت صغير وكنت عايش مع أهلي كنا نحن 8 أشخاص بالبيت، كان الوضع الوالد كمان ضعيف كتير، مش إنه أنا بس إنه لو وصلت لوضع هيك، الوضع العائلي الأساس كانت ضعيفة. وبعدين رجعنا شوي بس كبرنا شوي صرنا نروح على المدرسة، كنا أوقات ما نقدر نروح على المدرسة لأن ما كان في ما نقدر ندفع قسطات المدرسة. بس جيت بدي أتجوز راحت كل حياتي، رجعت لورا، يعني قلبت أكثر من 200 درجة لورا الحياة معي. كنت كثير لقدام أنا بس رجعت لورا كثير. أجوا دلوني أصحابي قالوا لي في كنيسة هون فيك تشتغل فيها إذا بدك، الكنيسة بيعطوك بيت. جربت أنا أنه جيت على الكنيسة أنه قالوا لي أنه بنعطيك هالبيت هاي، البيت كمان كان خربان كمان. ووصلنا لوقت أنه بس جوازت الأولاد يعني كبروا شوي، الناس صغيرة الأولاد يأسوا، صار يشوفوا الاولاد انه هالبيت انه كله ككا، بابا ما فيك تاخذنا بيت، ليش كل رفقاتنا عندهم بيوت، ليش انا ما عندي بيت، نحن ما عندنا بيت. انه مخنوقين، يعني لازم نكون غير هيك، احسن من هيك، ما مش احسن من غيرنا بس انه احسن من هيك، انه على طول لازم يكون انه مثلا بدنا نروح مشوار على طول انه نص ساعه ساعه اذا مشوارنا بعيد عند اهلي او كذا، انه انا بروح اكثر الاوقات مع الاولاد، يعني ما بيقدر جورج يكون معنا اكثر شيء عند اهلي يعني او عند قرايبينه او عند اهلي، ما يعني ما فينا نروح لمطرح، يعني أكيد إنه بهيك وضع، يعني ما حدا العالم إنه بتقول إنه بدنا نعزمه بدنا نروح بدنا كذا إنه نظهر نحن وياهم، ما في يعني هيك مثل ما بقولوا علاقة اجتماعية مع العالم كذا. هلا الصبح بعمل لهم سندويشات على المدرسة، جبنة، لبنة، زعتر، والظهر شو في انه
انه المواد عندي بعملها انه معلبات او حبوب او شيء وهيك ورز. اوقات انه تكون مثلا الماديات مع جوش مش كل هالقد، بقول لهم انه هلا ما معه بكره منجيب. بعمل لهم شيء انه مش تضحك عليهم او شيء، انه بعمل لهم شيء تشوي يغيروا، يعني شيء موجود بالبيت مثلا بسكوي شوكولا شيء هيك يعني. لأنه الأم ما بتحمل. ماشي. ما بعرف شو بعرف. أنا أولادي يكونوا مبسوطين. شو بتطلبي بهالعيد؟ سقف يدفينا. بطلب الله يفرج على العالم كله هيك. ما بعرف شو بدنا نطلب. سقفي بيت يكون دافئ، له باب، له مطبخ، له يكون منيح يعني. نجرب نعمل هون بيطلع هون بالعكس. بنجرب نعمل هون بينزل حجر من هون، بينزل سقعة من هون. شو بدنا نعمل؟ عبالي أنا بيت وعيش حلو وسيارة. شو أكثر شي بزعلك؟ بيت رطوبة بينزل علينا مي. وين بتناموا؟ بالأوضة. بتسقعوا يعني بالليل؟ مبسوط انه هيدا العيد لكل المسيحية ولكل الدنيا، وبهالعيد خلق يسوع. طيب انت شو بتحلم يا شرب بالحياة، بحياتك شو عبالك؟ يصير عندي كل شيء. مثل شو يعني؟ يعني مثل هيك العاب والموسيقى هيك. مبسوط بالتليفون والايباد. مبسوط هون؟ ليه؟ لانه كل شيء بجيب لبابا والماما. بحس هيك في صعوبات كثيره، انا ماني قادر اعمل له شيء يعني، انه لازم يكون هو عنده شيء. بتعرف انه لانه هو عنده كهرباء وعنده هايبر، هو بحاجة لأنه العينية كتير قوية، بس التعصيب تبعنا بيخلينا نوصل لوقت كتير صعب لأنه مش قادرين نأمن له إياهم. إذا إجت جمعية بتاخد الأولاد، ولادك بتاخد؟ لا ما بدي أعطيهم لحدا. لا ما بدي، انا بدفيهم بروحي، ما بدي اعطيهم لحظة. ما بدي احرم مني، بروح معهم انا ما بتركهم. حسيتي حالك انك ظلمتيهم للولاد؟ انه بدهم يعيشوا مثل غير اولاد يعني، بس ما بدي اتركهم يعني. ما بدي انا اتركهم، بروح معهم وين ما كان. اولادي انا
أو أطعم روحي بتركهم. أصلاً هن ما بيتركوني وبروح. بدك نسألهم نعيط لهم؟ سألهم إذا بدهم، أنا ما بتركهم. بدك تتركني وتروح؟ مين بحبك؟ أنت. إيه وإذا أجوا ناس أخذوك وبعدوك عني بتروح؟ بدهم يعطوك كل شيء وبيت وعيش وكذا، بتروح؟ اسأل. شو؟ نحن مش عم نمزح، كنا الأولاد بدو يبطلوا معكم. شو؟ سأل أبونا إذا بيوافق. بتتخلوا عن الأولاد؟ لا. بتتخلوا عنهم لنهار واحد؟ إذا بتروح يشموا الهواء ينبصوا أكيد بسنبروهم. لا بركي ما رديتهم. لا مش عايز بروهم. مثل ما الإنسان ما بيتخلى عن ربه ما بيتخلى عن بيته. نحن شايفينه مش مصدقين للبيت كمان. أكيد كل إنسان عنده أولاده غاليين عليه كمان. فإذا فقرة يعني نتخلى عن أولادنا؟ طيب نحن الام تي في حبت تقدم لكم هدية صغيرة، أوكي، بس أنتوا لازم تفلوا من البيت، نفل نحن وياكم كلنا سوا مع الأولاد. أنتوا بدكم تكونوا معهم؟ أوكي، رح نروح كلنا سوا. بليلة شتي وسقعة ظهروا من البيت ومش عارفين لوين رايحين. اهلا وسهلا فيكم باوتيل لانكاستر بلازا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليوم رح تقضوا الليله عنا، تفضلوا. انتقلت العيلة للأوتيل، وبهالوقت بيوصل فريق كتير كبير من البي اش في وبلش الشغل بالبيت. بليلة واحدة لازم كل شي يصير جاهز. معنا أوضة نقدر ننام فيها لوحدنا، نحن ننام لا كلاتنا يعني فرد فرد محل. انا بنام مثلا على الصوفه، مرتي بتنام على الصوفه. وصلنا لوقت كتير صعب. هلا انا هون بنام، عندي فرشه على الارض، كنت بالاول عم بحط عم نام عليها، بس انه عشت عم تجعني ايدي، والولاد بحب نام حدهم، اوقات بنام جوا حسب. رافقه بتنام هون وشربن بنام هون.
الليل كله بسرعة البرق، والكل عم يشتغل ويعجل تيخلص ترميم البيت قبل طلوع الضوء. هلا اني وصلنا متفاجئين، تفاجئنا بالشيء اللي يعني كان متحضر يعني. وصلنا كتير حلو النوم، الاوتيل كتير حلو. طلعنا على الأوضة تفاجئنا بهالاشياء كلها يعني، ورجعنا نزلنا طلعنا على العشاء يعني، تعشينا وجينا وقبل شوي وعينا يعني، نمنا مرتاحين ما وعينا بكير كتير يعني بالساعة وهيك. لا هون أكيد أحلى يعني. شو ما بيكون متوقع يعني هالشي الواحد، شو محضرين لي مفاجأة غير. أنا المفاجأة لأولادي أكثر يعني، وجوزي أكثر مني. هو مثل ما هو بينبسط نحن بننبسط. أول مرة أنه بشوفهم هاي القد مبسطين. كانت النوم بالأوتيل كتير منيحة وارتحنا، كل شي عملنا لعبنا وانبسطنا. نحن كأوتيل لونكاستر بلازا بيروت حبينا نساهم مع الانتيفي بإنجاح هذا العمل الإنساني خلال الأعياد المجيدة، وحبينا نقدم واحد من أهم الأجنحة المتوفرة عنا بالفندق لنرسم بسمة وفرحة على وجوه العيال، وإن شاء الله نكون نجحنا بهذا الشيء. Remind me that mistletoe's for two. الساعة 6 مساء وصلت العيلة على البيت بالفنار، يا ترى كيف رح تكون المفاجأة؟ واو هذا صالون كان؟ شو صار هون؟ وين الحائط؟ حلو كثير صار، احلى عن جد احلى. اوه لك بالطاوله كثر خير الله، لك البيت بعيد لك كراسي، اربع كراسي كمان مريح. وين بيت البابا؟ لك شو حلو، لك الساعه شو حلو، كثير حلو. ها كيف في شيء هون؟ يمكن ما بعرف. طلنا ما بعرف في هلا. هاي شو حلو. انصدمت قد ما حلو. بحياتي ما حلمت طاولة صفر بالبيت، جوازت ما عندي طاولة صفر. هون غاد عليا؟ ايه هلا هاو كلهم لنا حقيقة. انت كيف
بس بس هاي هيديك البرداية كبيتوها كمان يعني انا بدي اقدم لهم بس كمان صعب يلا الله دبر والام تي في هي قوتها عظيمة بقوة ربنا دخيل اجاب على العيد حلو كتير يعني كان كله مش مبين بيت اصلا هلا صار في بيت بالقليل وشو ما كان صار بيت كتر خير الله كان شكله مثل شكل ديبول يعني صار لحكاوي جو جيبوا لي لحكاوي جيبوا لي لحكاوي كان ما عندي لحكاوي اوه شو حلو هلا نوم ننام هون كنت نايمة هون رفقة يا راجل هون يعني منيح لحكاوي ومكواي كمان شي حلو كبيتوا لي المكواي القديمة كمان الله يبيض لكم حياتكم وايامكم مثل ما عملتوا اكثر مظلوم ما حق هاي مطبخ اوه كلهم انه هاو كلهم جدين؟ هاو الطناجر اللي أنا شفته كلهم لنا ولا بس عم تصوروا؟ جورج أنت كان بدك بريق شوي كمان الفرق بين امبارح واليوم انه ما في حدا بيقدر يقوم بهذا العمل بسرعه بفتره 24 ساعه يسلم بيت كامل بيت خربان وبيت يرجع جديد من دهان لتصليح لفرش لكل شيء اكيد فرق كثير بال 24 ساعه يعني انه كان كثير صعب بس تشوفوا اول مره كان وكيف كان صار ثاني يوم انا بالنسبه لي العيد هلا انه احسن عيد انه الاولاد شافوا شيء حلو قدامهم انه كانوا عم يشوفوا حياة انه شوي صعبة هيك بالبيت عم فوتوا على البيت يعني لو ما بيعملوا شجرة ما بيحسوا بحياة انه عندهم شيء بالبيت يهتموا فيه وانه بيجيهم حفلات شغلات هيك شغلة بيدعون هون في حفلة هون تيروح يغيروا جو مع الاولاد لحتى يطلعوا من الجو اللي هن كانوا فيه بالبيت لان جو البيت كان ما بيعطي لواحد العيد ولا واحد بالبي يعني بس شو بدنا مجبورين نتحمل كل شيء لان الاولاد هن كل شيء يعني بنظريتنا اذا هن مش مبسوطين نحن مش مبسوطين وإذا مش لاقي مغيرين لابسين ثياب حلوين وهيك وعندهم كادويات ما بيحسوا حالهم عايزين إذا بيطلعوا برفقاتهم أجواءهم أحسن من أجواءهم فهيك حسيتهم هلا صار عندهم أجواء كثير حلوة وانبسطوا والشكر لله وللإم تي في وللبي إتش بي اللي هن قدروا قاموا بهالواجب هيدا ويعطيهم عافية للكل هيدا البيت الصغير بيسكن فيه جورج أزرق مع إخته أنتوانيت جورج عمره 90 سنة وأنتوانيت 85 سنة صحيح هني بنفس البيت ولكن كل واحد منهم عايش بأوضته
الأوضة الحمد لله سترها الله 55 سنة مثل ما شايف الفرشة لك عمر كله على ما هو والحمد لله عم نعيش عيشة دروشان خلينا عايشين على دروشان الحمد لله نعمة كبيرة هذه من الله هاي ناني فاضية وهي هنا بدل ما نروح على التواليت هاي التواليت تبعنا هاي التواليت شو بنعمل مين عايش هالعيشة حدا بيقدر يعيش هالعيشة اللي احنا عايشينها بيعيشها بيعيش 55 سنة بهالبيت بالعفونة والرطوبة والأمراض لما الله بعت لنا ولدين حلال بيعينونا بيساعدونا وين كنا صرنا خبر كان الله يخليهم ويحرصهم اللي عم يساعدونا ما بدي حدا يهتم فيي كمان ما بدي حدا يهتم فيي أنا بدي اهتم بنفسي وأنا بتكل على الله بدي رحمة الله وبس رح هو رحمة الله وحده ما رح شلش أنا أمي خياطة كانت أنا طلعت مثلها وطلعت العاصفة مثلها أنا ماتت أمي من هون حطيت الإبرة من هون اشتغلت الحمد لله هو منه معي بالحمرة ضل عطلاني همه بالحمرة كان عامل نزيف دم هو يعمل نزيف دم أعطى الهدل ما نام الليل ما نام الليل الحمد لله الله صار يزقني شغل يظهر علي هالقديسين وهالانبياء علي انا وانزلوا يبعثوا لي شغل هلا انتوا كيف انا ملايكه قالت لي بدي في شيء فاجئك ملايكه انتوا فاجئتوني انا مثل امي أمي كانت مقطوعة من الليرة الله بيرزقها بالشغل تتعيشنا تطعمينا هاي أول بيت أنا كذلك شو وجد باكل خبزة حاف باكلها شو وجد باكل خبزة حاف باكلها أنا مثل أمي شو بقدر بقضي نهار هلا لاني ما بقى حسوس شو اسمه ما قدرت ما فيي نخلق اشتغل بالبيت تجيب وحده ما فيي بدها ساعتها $5 ما فيي ادفع الدم لما بغسل بينزل الدم من ايدي ليك ما عاد عندي ضفير ولا عاد عندي شيء بينزل من دم ايدي بالغسيل بدي اطبخ شغله بقول لا بدي اكل فيه لا تاخذني بهالكلمه هيدا تختي قدامك ما حدا بيطلع علي ما حدا بيطلع علي واذا طلعوا علي لا تاخذني على الكلمه بدون مصاري ما في مصاري هاي الولاد اللي تعبت وشقيت وقدمت تعلمنا تكبروا شفت فرط قلبي فيهم اجا من يذكرنا الملائكه ما بتتركني دايما بتخيل الملايكة قدام عيني عائلتي راحت بيت انا واختي بس مين بده يكون فيه ما بنتعاطى مع مخلوق ك
كنا بمدرسته مخلص، خلصنا علمنا ما نجحنا، تأسست محل بشارع فوش، محل صغير بمطلع درج الخرزوات. علق الحرب، كان الله يحب المحسنين، فلست رجعت. شاب صاحبي اسمه الله يرحمه كوستي برشيده، عنده جاليري ومحلات بالحمرة وفضة وكان ومن وهذا، اشتغلت عنده 21 سنة بأثناءها. ما كنا نعتاس حدا، لا عم في بشيل بحط أشبع، عم بعمل عم بغطي. الآن برد بالعمر، حط الدهر فيي، ما عاد تقدر، ما عاد في يساعد صحتي، ما بقى تساعد. كيف بدي اقضي ليله العيد؟ ابدا، مثل هالايام، العاده. العاده، انا ما عندي عيد. برجع قلت علي، قلت لك انا كل الاعياد عندي هي عاده. ما حدا فقير الا الشيطان. مين فقر؟ الكلام قلت لك طالما صحتي منيحه، طالما انا اغنى واحد انا. شو؟ ليس الجمال بأسواب تزيننا، بس الجمال العلم والأدب. المال ما بيعمل شيء، قضي حاجات لا أكثر ولا أقل. شايفين بعيننا المليارديرية صار لهم نصير البلد على ظهر الشعب. بالنهاية شو بياخذوا معهم؟ في غير عمله؟ بمين طالع الضرب؟ بالمعطرين، بالفقراء، بالدراويش، الخطيرية. منيح منيح اللي فيه جمعيات ومستوصف عم بتساعد. نعمة. ليش بدي اتجوزك؟ لأنك كنت لاحق الزعران ومشيت بدرب الزعرنة. شو ما تقول، ما انتبهت لحالي. كنت اشرب واقعد وكان معي وقعد على الزيتونة وأرتيستات وشو ما بدك فيه. مرور الزمن ومرور العمر مكانك خلص برق دورنا. يعني أنا دوري مرق، سوء أسوأ، والحمد لله 90 سنة لا حكم عليه. كنت ماشي بحق الله وبس، ما حدا كان له معي ومحبوب بالدنيا كلها. بدنا ننبه لصحتنا وبس، لا اكثر ولا اقل. وحاليا هيك عم بصير وبس، ورغم انه ما معنا ليره، في الله، في الله بيساعد. أنا بعبد عبادة الله بس ورحمته، لا أكثر ولا أقل. شو هذا وضعي هيك، وبنام بعد جوا، مش باكل وبشرب، ما بتعاطى مع أختي، ما بتعاطى. بقلب بيت صغير ربيوا سوا، ودارت الأيام، ونحط بين الخي وأخته حيط من الجفا والبعد. كل هالعمر امه ما شفتون حد قد ما انا شفتون، قد ما انا ربيت فيه، قد ما انا عملت، قد ما تردون، قد ما يعني تقنعوا من تقنعني، ما رح تقنع. الميلاد جاي، صلحي لي خيك وترد علي وخلاص. انت سموحه، يلا 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 سموحه. انا هلا فهمه، انا بفهمه، انا بفهمه هلا، بحكي كلمتين على ذوقك. انت وقفي معه هونيك وروح، يلا يلا روح. لا انا ما لي اماني منه، ما لي اماني منه، ما لي اماني منه ابدا ابدا، ما لي اماني. شوفي شوفي، الدم ما بيصير مي، الدم ما بيصير مي. اختي بتضل اختي، حدا بينكر بده ينكر اخته كمان واحد؟
شو بدي سألت عني؟ هي ما بتسأل عني بس. عار علي كان، عار علي. بدنا نصالحكم اليوم علي. أنا ما في متأمل. بلا متأمل. ليتك متأمل، تعال بكرة صبح. كرمالي أنا يلا، أنا عم بقول لك وأنا بضمن هالشيء، يلا روحي روحي معه. لا بدك تصورني انا وياه ولا شيء، اوعى خلص بدك حيك تبن خنطه طويل كذا. يلا روح اقول لبالك وخلص. يلا وقفي هونيك حلال مش انسوه. لا هلا بنحكي لك يا عمي بعد عني. خلص شو زي ما بعدكم قربي. انا عم بقول لك يلا، انا ما بصدقه. طب انا انا ما بصدقه. انا بضمنها هي. قربي يلا قربي يلا. ليش اهرى راو انتوا عايشين بنفس البيت؟ عيد 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 بلاد عيد تتمه. لا عيشة بالقدر ولا نومة تحت الحجر. حاش تحت تهبا الله. تعوا أفهم هلا بدك تكسير أوجاع. أنا عم بلك شو كرمالي أنا أربي فرصة أوجاع حقا هذا بلاد. وبعد مرور شوية وقت كسرنا الجليد بين جورج وأنتوانيت وطريت الأمور، وما في أجمل من كلمة سامحتك من قلبي. شو بدك تحكيني؟ احكي شو بدك تسألني؟ بدنا نحل هيدي القضية انت وجورج. اي قضية؟ شو هو مطلوبه؟ بس بدي افهم شو مطلوبه. بدنا على عيد تتصالحوا، ما بدنا اكتر من هيك. صالحين خلص. انا قلبي ابيض كتير ما تخاف، انا قلبي ابيض كتير ما تخاف. عامل فيا اكتر من هيك وقلبي ابيض وبيصفى قلبي بقول هيدا خيي. لك ما في خلاف كان ولا ما كان في خلاف ولا شيء مش جانا. طيب هلا بيحصل سوء تفاهم بب تحرض تغطي وشها وقال هاي كذا. طيب بعطيها قهوة فيك تفوت صالحها. بدك تفوت صالحها. اتفقنا. صفيتوا النوايا يا عم، صفيتوا النوايا. يلا سلموا على بعضكم. خلاص مبسوطين؟ طلعوا بعضكم. بتحبيه لخيك؟ ما بتحبي لخيك؟ ما امبارح قلتي لي بتحبي لخيك. لك ايه؟ يلا بوسه. لك ايه؟ على المحبه، على المحبه. أنتوانيت وجورج ما قبلوا تغيير عفش البيت يلي فيه ذكريات ايام زمان. ذكريات مر عليها الوقت وبقيت مطبوعه بقلوبهم وحياتهم. بس اتفقنا معهم على تغيير الطخوتي يلي أكل الصدي ونحر السوس، ومنتمنى إنه المخدة الجديدة ترجع إلهم الأمل والطمأنينة والفرح رغم كل المتاعب والصعوبات. الحمد لله كتر خيركم، بشكركم كتير، والله يعطيكم مثل ما بتعطوا ومثل ما بتخدموا الواحد. الله يخدمكم يجعلكم ما تحسوا لا بضيقة ولا بفرج، يجعلكم سالمين وصادقين بهالدنيا. نحن بنشكر مجلس الإدارة العليا مع موظفينه باحترام بكل معنى الكلمة لمساعدتهم لجورج أزرا وأنتوانيت أزرا، وبندعي لكم بالخير وبالسعادة والبركة للجميع. ريتا عمرها 38 سنة، كل يوم بتقعد على نفس المقعد بتتأمل من بعيد الرايح والجاي، وبعيونها في قصص دبلاني. وبحسب الجيران والمقربين هي بتعاني من كهربا بالراس ومشاكل صحية كتيرة. شو الاسم بالخير؟ ريتا. ريتا؟
أنا سمير يوسف من تلفزيون الأم تي في. أهلا وسهلا فيك. نحن عرفنا إنه أنت كل يوم تجي تقعدي هون على هذا البنك تحديدا، وعرفنا إنه عندك وضع مش منيح، فحابين إنه نشوف كيف بدنا نوقف حدك بهيدا العيد، شو رأيك؟ بدي أسأل ماما. تسألي أمي؟ إيه ما فيني، ما بدي أتصرف شيء قبل ماما ما تعرف. طيب بيك وين ليش؟ الله يرحمه بابا. طيب دقي لها لأمك، فيك تدقي لها معك معها رقم تليفون؟ ألو. إيه ماما ليكي؟ أنا قاعدة هون لما تحب بقعد كل يوم على صحة السيسين. ومرئيت أبول الام تي في قاعد الشاب يسألني أسئلة، قال لي بحبين نسالي بتحبي تطلعي على التلفزيون؟ قلت له لا ما في أعمل شيء قبل ما أسأل ماما وهيك، بدي أخذ رأيك. شو رأيك؟ شو رأيك أنت؟ ليش لا؟ طب ليش؟ شو بيكي؟ خلينا نروح لعندها. لا يا حوها عم بقول لي حبيبك يمين يتعرفوا عليك ويروح يسألوك كم سؤال أنت. بدي يحكيك الشاب كلمة. الحال سمير يوسف من تلفزيون ام تي في. مدام نحن نعرف قديش تعذبتم ونعرف قديش تعثرتي مع البنات، بس نحن هدفنا انسانة وبدنا نجرب نساعدكم قد ما فينا. اوكي فيك توافق على الموضوع ببركتك يعني. يا اخي شو بدي وافق؟ مش عارف التعكير فوقنا وضعنا حدنا الشم الشهر او الناس ايش حاطر؟ شو بدي اقول لك؟ بعد مفاوضات مع السيدة نوال ساكي وافقت نسبقها على البيت مع بنتا ريتا. شفتها قدام عطرة قدام تعذبي كرمالنا أنا وأختي. كتر خيرها كمان تحملتنا هالأمر. وحدي غيرها ما تجوزت وانبسطت ضحت بعمرها كرمال هالبنت. الله ياخذ من عمرنا ويعطيها يا رب. شفت امي بهالمنظر وبدي ازعل. بدل ما تكون قاعده مستتي بالبيت هلا. الله يخلي لنا اياها يا رب. ليش بتبكي بالنهار؟ كثير ببكي، لا تسالني. ضل حتى صورة أمي وقاعدة عم ببكي كل النهار. بعدك بتقلي ليه بتقعدي على السيسي؟ بقعد لحالي هيك. كل ذكريات القاسية بهالبيت، ما في يوم حلو بيمرق علينا، ما في ضحكة حلوة بتفوت على البيت وبتضل، كله عذاب بعذاب، كله قهر بقهر، ما في شي نهار بفوت علينا بتضل الضحكة على خدنا. تعذبنا كتير من أول ما توفى بابا لهلا، والله أخذ لنا بابا قوامه،
ما خلينا ينتهنى فيه ونكبر ونشوفه، وعلمي ما كفيته مقهورة كتير. والله عزعب يعذبني كرماله الزيادة الزيادة، ماما كل هالشغل وكل هالتعتير عم تضحي بحياتها كرمالي وكرمال أختي. ما قلنا غيرها بهالدنيا، لا من أهل أمي عنا خير ولا من أهل بيي في خير. كله عذاب بعذاب، تشتغل ليل ونهار بس لتجيب لنا لقمة الأكل على هالبيت. ما هو أنا مزعوجة من هالدنيا وصاخلة ومريضة، معي كهربا براسي، ماما عم تحكمني عم تحط دم قلبها كمان لتحكمني وتعمل لي كل شيء، تبسطني وتخليني انتفه مبسوطة بهالدنيا. ما عم بحس الضحكة عم تفوت على قلبي، ما عم بحس الفرحة عم تفوت على قلبي. كله أحزان بأحزان، كله هموم بهموم. كنت ما حابة هالسنة أعمل الشجرة وزين بيتنا، بس إلا ما ماما خلتني أعملها. قالت لي بركي بشوي هالبيت بيتغير، بركي بشوي الله بيوفقنا وبيرزقنا. شيل هالكآبة كله من حياتك ومن قلبك. افرحي واتكلي على الله. ومنضل نصلي لله ومنقول له يا رب. منقول له يا رب تفرح تفرحنا نتفه، تضحكنا نتفه. تشيل لي بقى هاليأس وهالكآبة وهالأحزان من حياتي. لأمك صراحة يعني واحدة ما عندها رجال ما بتسوى شيء. لو في رجال أنا وصلت لها المواصي ونادي كانوا هيك، ما كانوا هيك. إيد واحدة بتزقف ما بتزقف. عندها كهربا براسها، هاي عندها وجع ظهر، أنا ما بهم، بس يعني شو بدي لاحق للاحق. عندها دواء كل 23,000 كل خمس ست أيام بدي جيب لها إياه، 23,000 خمس ست أيام بدي جيب لها إياه. هلا هيدا الدواء اللي مخليها قاعدة هيك، لما الدواء بتلاقيها داخلت ووقعت. مطبخ وحمام بس هيك، بتطلع بقلبه بتقول شو هالأغلط، بس كله بده كم، ما في شي بقلبه. برادنا واقف، غازنا واقف، كله عالسخانة عم تطبخ وتعمل. ماما غسالة بتخسر ما بتنشف، شو في بقلبه؟
عم نام على الصوفة محطوط على تحت حجر، وهون اختي الصوفة مكسرة، كل ظهري كل ايدي كل يوم الصبح بقوم مكسرة، شو بدي يكون بعد فيه؟ ست نوال نحن منتشكرك لأنه فتحتي لنا بيتك وخبرتينا وخبرتونا قصتكم، والأم تي في بتعرف هالقصة من قبل، ومشان هيك جينا تنوقف حدكم بهيدا العيد. منتمنى أنه تكون سنة خير عليكم، ومنتمنى أنه تقبلوا الهدية اللي رح نقدم لكم إياها. خلصنا بليلة وحدي بيت ريتا ونوال ورانيا، وناطرين ردة فعلهم بالتغيير يلي صار على البيت. جني نزل من السما، عشنا وشفنا. بتشكر كتير اللي بأشبه، بتشكر الام تي في، الله يخلينا اياهم يا رب ويساعدوا ناس اكتر واكتر. حياتي ما كنت بحلم انه بيتي يكون هيك. الله يخلينا الام تي في. مبسوطة بالبيت؟ أكيد. شو كنت بتحلمي؟ إنه أحلى عيد يكون عنا. صار لي 30 سنة ما شايف هدية من حدا، هاي أحلى هدية بحياتي. برجع بقول كتر خير الله يا رب. أنت ما حكيت، ما راح أعبر، ما راح أعبر، ما راح أعبر. أنا من قلبي من جوا مبسوطة، لأنه هلا أولادي انبسطوا، صار عندهم بيت غير شكل.
ولأنه هدف الام تي في هو دايماً توقف حد الناس المتروكين والمقهورين وتبعد الحزن عنهم، ولأنه شعار البي اش في هيدي السنة آمن بحلمك قد ما كان عمرك، زرنا هالبيوت الغالية بروحية أهلها كرمال نجرب نشيل التعب عن وجوههم والحزن من قلوبهم، ونحط إيدنا معهم بركي بترجع الألوان لبيوتهم. وهيدا هو أساس العيد، العطاء والرجاء. ينعاد عليكم بالصحة وبالعافية يا رب، بخيركم شبعتوني لطف وإنسانية وعاطفة، شبعتوني إياها، لسيتوني الدنيا ما فيها، لسيتوني حياتي، رجعتوني على الماضي، على الماضي رجعتوني، لسيتوني المستقبل هلا، لسيتوني إياه، رجعتوني على المستقبل الأول، حياة حلوة، شفتكم، شفت ولادي، شفت ولادي، شفت ولادي انزرعوا قدامي قدامي، إذا ما كنت ما كنت فرحانة. الله يطول بعمرك. بزيارتنا لهالعيال قلنا لهم تعوا نعيش من خلال عيد الميلاد حياة العطايا، تعوا نستقبل المولود بقلوب فرحة. هيدا زمن الميلاد تنعمل الأعمال الخيرة المنيحة، وخلينا ما نعبي الخزاين بالثروات بوقت غيرنا عم بينام بردان جوعان ومحتاج. هيدا العيد كتير فرحانين تبع أجبي، فرحتنا هي كتير كبيرة، نحن في كتير ناس بيجوا كل يوم لعنا وبيقدروا يعيدوا وبيقدروا يدفوا وياخذوا كل الهدايا وكل شيء بيحبوه، بس اللي حبيناه نحن اليوم انه لحنا نروح عند ناس بحاجه ليدفوا بحاجه ليعيدوا وننبسط معهم ونفرح معهم. عقد ما قدرنا غيرنا وحاولنا نرجع الفرح لقلوب هالناس المعذبين ونزين بيوتهم العتيقة، هالبيوت يلي اشتاقت لحدا يدق بابها ويسأل عنها. وأكيد بكل قصة سمعناها الليلة في رسالة، رسالة لنعطي هالعيد المعنى الحقيقي ونتسامح مع بعض ونضل نشوف حوالينا جوهر الإنسان مش شكله. ويمكن الرسالة الأهم لقلنا كلنا سوا إنه مش بس بوقت الأعياد نتذكر المنسيين ونقول لهم نحن معكم على العيد، وإن شاء الله كل أيامكم عيد.